لسه مكمل معاكم فقراتنا في نهارك سعيد. وزي ما قلنا النهارده في بدايه الحلقه، المنافسه او الغيره ما بين الرجل والمراه في مجال العمل بتبقى دايما ايجابيه وصحيه ومفيده وبينتج عنها حاجات كويسه جدا. لما تتنقل الغيره دي والمنافسه دي من الشغل للبيت وتتقلب لغيره من الرجل لمراته، بتبقى شيء تاني خالص، بقى ما بيبقاش ايجابي، بالعكس بيهدد استقرار اسره بالكامل. ازاي ممكن الزوجه تتعامل مع زوجها لو كان بيغير منها، او لو كانت زوجه ناجحه وفي منافسه كده ومش يعني الزوج مش متقبلها، ازاي تتعامل مع الوضع ده؟ ده هنعرفه النهارده من خلال فقرتنا. بتنورنا دكتوره هبه فتحي، استاذ مساعد الطب النفسي بكليه الطب القصر العيني. صباح الخير. اهلا بيكي. صباح الخير دكتور هبه، نورتينا. وموضوعنا مهم جدا، وعايزه اقول انه هل النقص اللي عند الراجل ممكن يكون هو اللي بيطلعه، بيحاول ان هو يحس ان هو غيران من زوجته عشان هي ناجحه وعشان هي بتتقدم في شغلها، لان هو عنده نقص ما جوه ذاته، ولا ده بيكون ممكن يكون موجود عند كل الناس عادي؟ لا طبعا، بصي، هو مبدئيا عشان انا يعني هو يحس بالغيره منها، فهو اكيد في جزء عنده في مشكله في حته السيطره، او ان هو ما قدرش يحس ان هو ليه قيمه غير لما اللي جنبه ما يبقاش له قيمه. يعني ما اقدرش ان انا احس ان انا ليا قيمه غير لو اللي جنبي ده ولا حاجه. فحتى كتير قوي ان هو حتى من غير ما تنجح في اي حاجه، يعني مثلا لو هي خارجين خروجه، لو الناس بتحبها اكتر منه، لو مثلاً الناس بتستمتع خارجين خروجه وهي بتتكلم فيها وظهرت في القعده، يبقى متضايق ويبرر ده ان هو بيغير عليها ان كذا او لا. لكن هو الفكره كلها ان هو متضايق ان هي ظهرت عنه، لان هو ما بياخدش قوته او احساسه بنفسه غير لما يلاقي اللي جنبه اضعف منه. يعني انا عايزه ده باثولوجي، يعني ده مش حاجه طبيعيه. اوكي، يعني دي مش حاجه طبيعي، يعني مش الطبيعي. الطبيعي ان لو هو وزوجه وزوج الاثنين نجاح ليها، يبقى نجاح ليه، يبقى نجاح لاولاده، فهو بيحس المفروض ان هو تصب فيه هو، فيبقى مبسوط. ده الطبيعي، الاحساس الطبيعي. لكن الاحساس غير طبيعي ان هو يغير من مراته. الغيره دي يعني بعض الاحيان بنسمع كوارث بتحصل في بيوت، يعني بتهدد بيت بالكامل باطفال بكله، يعني بتبقى مشكله كبيره هي جدا. لو الزوجه لقطت الموضوع دوت من الاول خالص، في اقل حاجه بقى بسيطه بتحصل، لازم انها تاخد بالها انها ما تزودهاش عنده، يعني تحاول انها ما تستفزوش قوي. ادي زوجه بقى اللي هي ذكيه جدا بقى، اللي هي تحتوي الموقف بشكل دوري على طول، يعني ان اول باول مثلا ما تتكلمش قوي عن شغلها قدامه. لو في مثلا حاجه في شغلها، اجتماع، اي حاجه وهو هيجي معاها، يبقى تاخد بالها قوي من لو هينفع يجي او مش هيجي، لانه ممكن يجي يعمل لها مشكله كبيره. لقاها مثلا بتكلم حد في الشغل، حد ادها يعني وضع جامد، او حس انها ليها وضع وهو ما كانش يعرف الموضوع دوت. في حاله ان الزوجه هي اللي بتستفزه، او لا، ما هي ممكن تكون غصب عنها بتستفزه، بس في بعض الاحيان بتبقى يعني مركزها الاجتماعي معروف ان هي ناجحه، هي بتعلى بدون اي استفزاز للبيت، بدون اي تاثير على الاسره. هتعمل ايه؟ هتتعامل معاها ازاي؟ لا، بس في حاجات هي بتبينها، تليفونات كتير، تسيبهم كتير، ما تبقاش مركزه، كل الكلام ده برضه ما هو بيزود. يعني انا لو انا عندي حد في قنبله ناويه تنفجر، مش لازم ان انا اخليها تنفجر، يعني ممكن. يا دكتور، انا مصره ان هي مش غلطه الزوجه، وحضرتك مصره ان هي ممكن تبقى. لا لا لا، انا مش بقول انها غلطتها، انا بقول انها غلطه عنده، بس هي مش هتسيبه عشانها. طبعا مش في بيت واسره، واحنا مش عايزين نهد البيت ده. دلوقتي في الاول وفي الاخر بنتكلم عن شخص غير طبيعي. بالظبط، هو في عنده حاجه غير سويه، حاجه مش مظبوطه. هي بقى شايفه ان هو في ميزات اخرى يعني ممكن تغطي على دي، فالدنيا ايه زي ما نقول، بتشيل الشيله كلها على بعضها وتحاول ده يشيل ده. لكن هي لو يعني ده مش اللي انا بقوله، ان انا بقول انها الغلطه عندها، لا خالص، هي الغلطه عنده هو، بس هي نتيجه ان هو جوزها وهي عايزاه، ودول ولادها وده بيتها، فبتحاول انها على قد ما تقدر ما تعملش تصادمات، لان لو حصل تصادم هي برضه هتخسر في الاخر. الدكتور هبه، الزوجه اللي ما عندهاش المهارات دي، اللي ما عندهاش المهارات انها ازاي تحتوي الموقف. لا كده احنا كده لا قوي على فكره، تخبط يعني. احنا عايزين نساعد برضو السيدات يعني اللي ما عندهمش الذكاء القوي في انهم يحتوي الموقف ويحتوي زوجهم واولادها وكده. كمان في الحاجات دي برضو كتير قوي تجيلي مثلا زوجه اقول لها يعني مفيش داعي انك انت تقوليها له كده يعني في وشه، لان كتير قوي زوجات تقول اصل انت بتعمل، وانت اصلك بتغير مني، وانت مش عايز ابقى ناجحه، وانت عايز تموتني، وانت عايز تحبطني. يعني خلاص، انت ده انت وصلتي للاستنتاج ده، مش لازم بقى تقوليه له.
لانها لو قالته هتزوده عنده مش هتقلله، حتى لو بيقف في طريق نجاحها، لانه ممكن يكون هو مش واخد باله من اللي بيعمله، ممكن يكون ما بياخدش باله من اللي بيعمله، لكن في نفس الوقت لما هي بقى تستريس وتزودها له وتبينها له، لا ده يزود اكتر. طب تلفت نظره ازاي بدون ما تسبب مشاكل؟ ما تلفتش نظره، يعني بالعكس يعني تفهمه ازاي عارفه اللي هو لما يبقى عندك عليها لما وعلى مصلحتها تقدر توصل، يعني احنا ممكن تقول له مثلا ده دي هتجيب لي ترقيه كبيره، ده انا ممكن مثلا في واحده عايزه مثلا مؤتمر تبع شغلها، تمام، المؤتمر ده هي عارفه اكيد بيتها يستحمله ولا لا، يعني في حد ياخد باله من الولد ولا لا، جوزها هيقدر يقوم بالمهمه دي ولا لا، يعني هي ظبطت كل الامور. بعد ما ظبطتها هتبدا تقول له انا محتاجه 3 ايام هعمل كذا او هروح المؤتمر الفلاني. لو هو بقى ما وافقش وحصل مشكله، هل هتصر تروح؟ ده بقى اختيارها. يعني انا بقول ان هو اكيد هيعوقها، اكيد هو هيعيق، ده شغل برضه، هيعيقها طبعا. الا اذا كان هما اتنين متفقين مثلا شغلها ده بيصب لهم في الاخر. وانا لو انا حسيت ان الزوجه نجاحها نجاح شخصي فقط، يعني في الاخر ده ما بيعودش على الاسره بحاجه، ما غالبا ما بيبقاش فيه ارتياح من عند الزوج. لو حس ان هو بقى كم مهمل، بقى مثلا مش فارقه معاها هي ان هو يوافق اي موافقش، انا رايحه كذا كذا هعمل كذا كذا. طب خليني اجي معاكي في اخر الخناقه، انه حصل ان هو بعد مناقشات ومهاطرات ومحاولات طلب منها ان هو ان هي تسيب الشغل بقى خالص عشان تهتم بالبيت والبيبي او يعني الاولاد وبيو، ممكن تعمل ايه؟ يعني في يعني هي طبعا هتحاول كتير جدا اكيد، وبعد كده لازم تدخل بقى افراد اخرى. انت شايفه انه الاستعانه بالاقارب والناس اللي حواليها ده حاجه مهمه بقى، تنقي مين اللي هو ليه تاثير عليه، مين اللي هو بيثق في رايه. صحيح. لو كانت مامته اوكي، لو كان عمه اوكي، لو كان حد اخته أخ، يعني حد هو بينصت له شويه. لان هي مهنا دلوقتي يعني المعادله في الاخر احنا بنخبط وبنخبط خبطه جامده، دي بقى وصلنا ما دي كده وصلنا للنهايه، بس ده حل كويس ان هي تستعين بحد. يعني من الحاجات اللي بتفرق قوي. وفي نفس الوقت هي ممكن تقول له طب اديني فرصه مثلا 3 اشهر، لو انت لقيت ان الشغل فعلا مأثر عليا نبقى نتكلم. يعني اديني حاجات 1 2 3 انا مأثره فيها، علشان برده ما يبقاش اصل هو مش حكم قرقوش. يعني انا مش مفروض ان انا يبقى حكم قرقوش، ده شركه، ده احنا متفاهمين. يعني ازاي هي هتبقى ده جوزها وتبقى بتشاركه في كل حاجه في حياتها، وبعدين تحس ان هو ماسكها من رقبتها وبيموتها؟ ما هو صعب برضه. طب ما نروح للجزء الثاني يا دكتور، احنا اتكلمنا على الناس اللي هي بتغير عشان الزوجه مقصره في شيء، او هي ما بتديش الاهتمام الكافي للبيت والاسره، او حاسس ان شغلها بقى اهم. هقول ان ده جزء يعني سلبي بالنسبه للسيده، يعني هي مش قادره توفق ما بين الاثنين. انما خلينا نروح للجزء الثاني، السيدات اللي هي ناجحه وناجحه في بيتها وناجحه في شغلها، ولكن الزوج مش متقبل ده. ما هو يعني عدم تقبله في البيت، هي بره ده بينكد عليها، عدم تقبله للي هي بتنجح وبتتبسط في شغلها. طب ما دي بقى غيره مرضيه، يعني مرضية. هي برده مش هتقدر تتعامل معاها. يا ترى هتقول له مثلا ايه؟ تعال نروح لدكتور، هيوافق؟ مش هيوافق يروح لدكتور في الحاله دي اعتقد. لكن هي مش هيوافق طبعا. لكن لو قلت طب هي مثلا، ما هو انت كل اصحابك اللي انت بتحبهم مراتهم بتشتغل مثلا، انت اللي بتقول دايما بتضرب المثل بيه مراته بتشتغل. وبعدين انا يعني من اللي انا بشوفه دلوقتي، يعني كتير قوي دلوقتي الازواج بيبقوا عايزين مراتهم تشتغل. لا بس انا عايزه اقول لك على حاجه، الا بقى زي ما انت بتقول تشتغل. فكره النجاح هي دي النجاح اللي بيسمع قوي. يعني فاهمه اللي بيسمع قوي ده مش كتير اصلا. في نموذج مهم جدا بشوفه احيانا في الطبقه اللي هي تحت المتوسطه شويه، انه الست بتبقى بتشتغل عشان تساعد جوزها واولادها والاخ، يعني ويطلب منها ان هو يسيب، ان هي تسيب الشغل وهو اصلا ما بيشتغلش. يعني بيحصل ده كتير قوي، فانا عايزه اعرف ده بيبقى نابع من ايه بالظبط؟ سيطره، حب سيطره. حب سيطره. لكن هو بقى لو هو بيقول الكلام ده بيقوله ليه؟ عشان ينكد بس عليها، لكن مش قصده مين هيجيب الفلوس، مين هياكل العيال، مين هياكله هو شخصيا. فلا يعني دي بتبقى ايه زي ما بيسموها ايه، منورات. يعني دي مناوره. وكتير قوي موضوع يا موضوع سيبي شغلك ده ادم، يعني بقل قوي ان واحد يقول لمراته اقعدي من الشغل. يعني قلنا مثلا ان لو الزوج والزوجه الاثنين متقاربين في المستوى الثقافي والفكري، ممكن المشكله دي تكون اقل. طبعا، لان هم اوريدي هو عارف هي، يعني هو واخدها ككيان. مش يعني انا مثلا ايه، انا واخد مثلا منى مثلا شخص معين، منى دي اللي دراستها كذا، اللي بتشتغل كذا، اللي اهلها كذا، اللي هي عندها اصحاب كذا. فاهمه قصدي؟ ما ينفعش ان انت بقى بعد ما تاخد منى تقول لها لا سيب اصحابك،
لا اهلك مقصرين عليكي، لا انت شغلك في مجال مش عاجبني، طب انت فين منى بقى اللي انت حبيتها في الاول او اللي انت اخترتها في الاول؟ طيب ده بالنسبه للزوج اللي بيشتغل وحاسس ان مراته اهم منه في شغلها وان هي انجح منه وبتتطور بسرعه جدا وفلوسها اكتر والى اخره. طب نتكلم عن الزوج اللي ممكن يكون فقد عمله او ما بيشتغلش بصوره مستمره او يعني قاعد من الشغل ومراته هي اللي بتشتغل وبتعمل كل حاجه في الدنيا وبتنجح في عملها. ده موجود، ده موجود كتير ده بقى. طيب ده ممكن يتحل مستويات عاليه كمان، ازاي ممكن تهدي من مشاعره وازاي توصل له احساس بالامان ان هي معاه وجنبه والى اخره. بصي هو اهم حاجه يعني ان هي يعني تفكر معاه ايه اللي ممكن انت تعمله. ما هو مهم برضو ان هو ما يفضلش قاعد، لان هو يعني لو الزوج شغلته مش حلوه او بيشتغل في حاجه او مش عارف يخليه يركز معاها اكتر بالظبط كده، لكن لو هي بقى حاولوا يفكروا ايه اللي انت ممكن تعمله بحيث انك تشتغل شغله انت تحبها وتتبسط بيها، ممكن ان هما الاثنين يفكروا يعملوا حاجه مع بعض كده، مثلا شغله خاص او حاجه، او انها هي عارفه هي مثلا في سوق العمل وعارفه ايه اللي مطلوب اكتر وايه اللي لو اخد ايه مثلا كورس صغير يفرق معاه يزقه في حته احسن يعمل، هتبدا هي على الاقل تحطه في سكه يقدر يتحرك. لان في بعض مش هنقول بعض الرجال، هنقول بعض الشخصيات سواء ست او راجل ما بيبقاش عارف يبدا منين. فيبدا منين دي بتبقى يسموها ايه، منحه من عند ربنا او حرفه، ان انت تبقي عارفه ايه طريقك، انت عايزه تبداي في الايه وتكملي على ايه وتستمري توصلي لايه بعد كده، يعني زي اهدافك اللي ورا بعضها دي. في واحد عنده السكه دي واضحه جدا وفي واحد عنده السكه مش باينه اصلا، محتاج مساعده، محتاج مساعده. فهي مجرد انها هتقوله طب ايه رايك نعمل كذا، ده على فكره لما عندي حد مش عارفه عمل كذا فلقى شغله في المجال الفلاني وتزقه وتحاول تذاكر له كمان لو في حاجه تتذاكر. طيب ان هي في الاخر نجاحه ليها برضه. في حاله انه الاثنين بيشتغلوا والزوجه اعلى من الزوج، ازاي تقدر يعني تزود ثقته في نفسه او ترجع ثقته في نفسه مرة؟ ما هي كل ما تقلل من الكلام عن نفسها كل ما هو ثقته في نفسه بتتحسن. العكس كمان عايزين ان هي تقدر تعمل يعني تعمل العكس. انا اصل احنا دلوقتي بنتكلم ايه، هو عنده مشكله لو حس بيها مثلا حاجات تانية في شخصيته لو حس بالمشكله دي، مثلا ده الولاد بيحبوك قوي، ده انت كل ما تبقى موجود في البيت بتفرق معانا قوي، هو كل ما يحس بالاطمئنان، لان دي بتبقى جزء منها عدم احساس بالامان، انها كل ما تعلى كل ما هتبقى مش عايزاني قوي او هيبقى في عندها استقلال اكبر. بس برضو زي ما بنقول ده في مستويات معينه، مش في يعني صعب يبقى ناس مثلا، الا اذا كانوا بقى بيستخدموا هما الاثنين في بنك واحد مثلا، هما الاثنين مثلا في جورنان واحد، وحد بيطلع قوي وحد مش ماشي قوي. اصل الحاجات اللي هي كمان اكتر اللي بيسموها عندنا ايه، المواهب، الموهبه، موهبه في الرسم، موهبه في التمثيل، موهبه في الكتابه، كل دوت حاجات مواهب من عند ربنا. فانا صعب ان انا اخلي حد يبقى شاطر في الموهبه يعني، لكن الشغل اللي هو انا هشتغل بدل 8 ساعات 20 ساعه هو دوت اللي ممكن يخليه يتقدم. لكن واحد عنده موهبه ما والموهبه دي يعني مش كويسه لدرجه انها توصل له الحاجه، هو ده ممكن يكون موجود مثلا عشان ثقافتنا الشرقيه او ان احنا في الوطن العربي بتحس ان الراجل لازم يكون هو الانجح او الراجل هو لازم يكون الاهم، علشان هو المفروض هو اللي بقى بيشيل المسؤوليه الاكبر، هو المفروض هو اللي عنده المفروض هو يصرف، مش المفروض هو يصرف. لما خلاص دلوقتي بقت الفكره دي خلاص مش هتلغت على فكره، اتلغت والله مفيش منها، لان هو اللي هو اللي عليه قوامه البيت، يعني هو المفروض يصرف على البيت. هقول لك لو هي بتشتغل تشيل نفسها، لو عايزه تجيب لاولادها حاجه زياده، تجيب في البيت حاجه احلى، يعني تخلي البيت نفسه مثلا انا عازمكوا في الصيف ده مثلا على رحله في حته الفلانيه، كنوع من انواع الترفيه، حاجه هو كميزانيه هتضلعه، لكن ايه هي بقى بتعمل لهم حاجه لطيفه يعني، لكن مش طول ما هي هناك بقى تقول لهم انا وديتكم وانا جبتكم. بس دي يعني برضه حاجه يعني معظم البيوت دلوقتي بتعتمد على دخل الاثنين، الزوج والزوجه، بس متفقين اساسيين ومهمين، متفقين وهم الاثنين راضيين ومحدش متضايق، يعني هما الاثنين جايين اول الشهر كده انا هعمل كذا وانت هتعمل كذا وانا هشيل المره دي حضانه البنت وانت كذا، هما متفقين. فاهم قصدي؟ دي طبعا كل الاسر كده، والناس هتعيش ازاي؟ وبغير الاتفاق على فكره احيانا بيبقى دخل الزوج غير كافي. ما هو بقى ده اسمه اتفاق غير ضمني يعني يعني اللي هو ايه، يعني هو مش هيقول لها ساعتها خدي اجازه واقعدي في البيت. لا، اول ما تخلص 3 شهور البيبي هتنزل الشغل.
لان مفيش الاوبشن بتاع انها تقعد. الغيره في حته الشغل دي مدمره جدا بالنسبه للبيت. وفي على فكره في ستات بتشتغل من البيت وبتنجح اكتر من جوازها برضه. بتشتغل من البيت؟ بتشتغل مثلا حاجات تسويقيه مثلا، حاجات على الانترنت مثلا، مشاريع صغيره، حاجات عمايل اكل من البيت، اللي هي طول عمرنا اللي احنا زمان قوي مثلا خياطه. وعلى فكره انا مش عايزه اللي هي كانت في البيوت وكانت هي طول الوقت بتشتغل في البيت وهي بتجيب فلوس اكتر من جوزها. مشاريع اللي هي صغيره لجوه يعني. انا دي كمان يا دكتور هبه مش عايزه اخص قوي حته الشغل، كمان عايزه اتكلم عن الغيره، انه زي ما قلت في الاول ان ممكن تكون مراته محبوبه اكتر من الكوميونتي الناس اللي حواليها. ده طبعا دي من الحاجات اللي ممكن تكون بتضايقه، ودي من الحاجات اللي تخليه مش هنخرج بقى. مش عايزين نروح الحته، لا ملهاش لازمه، مش عارفه ايه، او هي بقى حست بكده تاخد بالها ان انا مفيش داعي ان انا يعني ايه. لو انا قاعده مع اصحابي خليني بقى براحتي، لكن قاعده مثلا معاه في وسط عيلته او قاعده معاه في وسط مثلا مجموعه هو فيها، فمفيش داعي ان انا افرد قوي يعني. يعني خليني ايه، انا يهمني مين؟ مش يهمني ان انا اروح بيتي ما يبقاش في نكد. فانا زي ما اقول لك دايما الجواز هو حاجه محتاجه مجهود كبير جدا، حاجه محتاجه مجهود كبير من الاثنين. بس مشكلتنا ايه؟ ان ساعات الرجاله ما بتشوفش المشاكل، فاللي بتشوف المشكله الزوجه، فهي هتشوفها هتعرف تحلها لوحدها، هتشركه معاها من غير ما تقول له انت غلطان عشان حته الناحيه الشرقيه اللي انت بتتكلمي عليها. الجواز ده صوره جميله جدا تشجع كل الناس اللي هي تتجوز. يعني يعني فعلا هو يعني انا بقول انها ايه، مسؤوليه مش ميزه يعني. هي مش ميزه، هي عبء بتشيله. يا مسؤوليات بتتضاعف. طب لو قلنا بقى احنا فعلا زي ما ساره بتقول المجتمعات الشرقيه هي اللي عندها المشكله دي، ما بنشوفهاش في الغرب، ما بنشوفهاش في اي دوله في العالم انهم بيعانوا. اكيد عندهم مشاكل خاصه بيهم برضو، بس يعني المراه ممكن يبقى في مشاكل، في غيره اكيد هيبقى في غيره في الشغل برضو في النجاح. بس ايه، بس احنا عندنا واضحه قوي ليه؟ لان دايما احنا متوقعين ان الراجل هو اللي في الاخر كلمته هتمشي يعني. طيب دي احد سلبيات بيوتنا يعني، احنا عندنا مشكله فيها. نربي بقى الجيل الجديد ده ازاي؟ نربي ولادنا ازاي؟ اهم حاجه ما عندهمش فكره العقده دي، لان دي عقده نقص في الاخر. ايوه فعلا. اهم حاجه بقى ان انا ما ربيش ابني ان هو متميز عن بنتي. يعني انا شايفه ان احنا مثلا انا عندي ولد وبنت، عندي ولدين، عندي ولد وبنتين، كله هيشتغل في البيت، كله هيرص السفره، كله هيشيل حاجته، كله هيرص حاجته، كله هيوضب المكتب بتاعه. مفيش حاجه اسمها اعملي لاخوكي كذا سندوتش مش عارفه ايه، وضبي له ايه. يعني الحاجات دي برضو عشان بتأثر في نفسيه، بتديهم احساس بالاهتمام، او بيسموه ايه، احساس بان هو مميز زياده عن اللزوم. فالمميز ده لما يجي بقى بعد كده يتواجه في الحياه، محتاج اللي تيجي تعمل معاه ايه، تدي له المميز برضو. لإما هو ما لقاهاش بتعامله بالطريقه المميزه دي، هيضطر ان هو هيخش بقى في مشاكل. لا دي مقصره، لا دي ما بتهتمش بيا، لا هي بتهتم بس مش بالطريقه اللي انت كنت بتاخدها. فما دايما تلاقي حتى الامهات تقول لي بكره تتجوز وتشوف، لان هي دلعت زياده وعملت زياده وادت اهتمام. هي شايفه ان دي امومه يعني، انا شايفه ان دي يعني ما فيش مسؤوليه يعني. في كده في نهايه فقرتنا كده وصفه سحريه للسيدات اللي ممكن وصفه سحريه بقى ان احنا ايه اللي موجود دلوقتي، اللي موجود دلوقتي خلاص ما فيش امل فيه، خلينا بقى في اللي جاي. دكتوره على فكره يعني ان احنا عالجنا كل حاجه. لا يعني ما هو الواقع، الواقع ان دايما يعني انا مثلا العياده اللي بيجي فيها مين؟ هنقول ايه مثلا منهم 75% ستات. يعني الرجاله لما بتيجي بتبقى قليل قوي، وبيجي عشان يقول لي ايه انا هجيبها لك. ليه دكتور؟ وفعلا هي اللي عندها مشكله مش هو برضه يعني. هي ستات فعلا اكتر تشجعا للجوء للدكتور طبعا من الرجاله في مصر فعلا. لان هي ما بيبقاش عندها حل اخر، طب هروح فين؟ اكتر وعي. يعني ممكن اكتر وعي، اكتر احساس بالالم برضه. نفسها الحياه تنصلح بس مش عارفه تصلحها ازاي. يعني حاجات كتير يعني. ربنا كبير. بصي يا دكتور خيانة تحبطي بس. لا خلاص هي خلاص الامل في الجيل الجديد يعني. دلوقتي هيفضل زي ما هو. دكتور هبه فتحي استاذ مساعد الطب النفسي بكليه الطب القصر العيني، بشكرك جدا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور جدا. ومشاهدينا نشوفكم بعد الفاصل وبريك صغير جدا، لسه مكملين مع بعض في نهارك سعيد.